حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المراه الغسل اذا احتلمت قال نعم اذا رات الماء فضحكت ام سلمه فقالت تحتلم المراه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد